الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رضي الله عنه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من كتمان أحاديثه كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتمان حديث او علم يؤخذ عنه. فعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامه بلجام من نار. وفي روايه لابن ماجه ما من رجل يحفظ علما فيكتمه الا اتى يوم القيامه ملجوما بلجام من نار. فمن كتم علما نافعا ولو لم يسال عنه الجم بلجام من نار. كما دل على ذلك روايه ابن ماجه المتقدمه وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كتم علما مما ينفع الله به الناس في امر الدين الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار رواه ابن ماجه والحمد لله رب العالمين